شوفوا باب الواد التسمية تاعها هي كانت حومة واسمها باب الواد على الانتيريور ماشي على الاكستيريور كما نعرفوها اليوم، باسكو على الاكستيريور سي الفحص. دونك كاين هنايا فحص بلاد النسر وكذايا، دونك هذه مور ما بداو يبنيو باب الواد لو كارتي باب الواد لو كارتي اوروبيان. شنو زغلوش هذيك؟ نو هذه سي توجور لا ميم فوتو، حنا كنا خادينها هكذا. شفتوا هذا الكليمير؟ ايوه. دونك سيدي عبد الرحمن هو من اللور، هنايا وراه المديريه تاع الامن الوطني اليوم لا دي جي اس ان، وهذا اول مسرح اللي عملته السلطات الفرنسيه قبل ما دير اوبيرا دالجي تيانا. فوالا قلت لك باب الواد تسمى على الواد اللي يجوز على لوبيتال مايو. لوبيتال مايو اللي كان لو بافيون دو داي سي لو بالي ديتي تاع حسن باشا اللي بنا كتشاوا. هذاك الواد نقولوا حنا باب الواد، بصح كاين بزاف اللي ما يعرفوش باب الواد، الواد هذاك واسمو. دونك عنده دو زابيلاسيون. شي واد الصابون. اكي قربتي شويه. يزقولوا واد الواد المكسل ولا واد المغسل. دونك واد المكسل خاطش يجي من لو فخي فالون من الفوقه ويجي مكسل حتى للبحر، وللاسف الشديد هو اللي حمل ودار الحمله تاع باب الواد. فوالا واد المغسل خاطش نسى زمان كانوا يغسلوا فيه الحوايج، دونك يقولوا واد المغسل. اون بليس دو سا كو باب الواد كان عندها اون ابيلاسيون واحده اخرى تسمى بباب الموت. علاش؟ لانه كانوا المقابر كاع تاع الجزائريين تماك جايين من لوكوتي تاع باب الواد. نوجدوا لو سيميتير تاع لي باشا بوكو بلوس على 5 باشا. ابن خير الدين بربوروس كان بني تماتيك، كان مدفون تما عفوا. سيدي عبد الرحمن تاع علي بي الجبانه تاع زمان تسمى بجبانه الطلبه. ولو جاردان مارينغو كانت فيه ايضا الجبانه تاع رجال الغربه. علاش يقولوا رجال الغربه؟ لانهم رجال اللي ماتوا في واحد الغزوه هنا في الجزائر وما يعرفوش لاطات تاعهم، ما يعرفوش ما بالاسم تاعهم، ودفنوهم تماتيك.